السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الأذكياء. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية التصريح عن الأرباح العقارية ديكلاراسيون دي بروفي إيموبيلي. كما تعرفوا بلي أن في المغرب أي شخص قام ببيع أرض أو بناية أو منزل أو أرض فلاحية خصو يدير التصريح بهاد الأرباح أو لهاد البيع. يخص البائع ما يتجاوز 30 يوم فقط من وقت البيع حتى الأجل ديال التصريح، إلا تجاوزها غادي تجيه دي بيناليتي أو لا ضائرة. إذن في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش نقومو بالتصريح عن الأملاك العقارية أو لا الأرباح العقارية. أول حاجة غادي نقومو بها هو أننا نتوفرو على بريد إلكتروني. البريد الإلكتروني نقوم بفتح البريد الإلكتروني ديالنا، من بعد نتوجهو إلى موقع ديال الإدارة العامة للضرائب أو نكتبو في جوجل ديريكسيون جينيرال دي زامبو. ديريكسيون جينيرال دي زامبو الاختيار الأول كليكيو عليه، نمشيو لتيلي سيرفيس سامبل كليكيو عليها، نمشيو إسباس بارتيكولي، من بعد نمشيو أديزيون بارتيكولي كليكيو على أكسيدي أو سامبل أديزيون بارتيكولي. غادي تخرج لنا جوج ديال الواجهات. الحاله الاولى الا كان عندنا ديجا الجهه اللي على اليسار، الا كان عندنا ديجا واحد الكونت يعني كنا درنا انخراط في الموقع، واللي الجهه على اليسار الا كنا اول مره غادي نخرطوا يعني ما كانش عندنا انخراط مسبق. اذا غادي نديرو حنايا عاد غادي نخرطوا، اذا غادي نديرو اسباس نو اديرون نكليكيو على اديغي. غادي تخرج لنا هذه الواجهه فيها ايدونتيفيون فيسكال وفيها كود داكسي فورني بار لا دي جي اي. بمعنى ليدونتيفيون فيسكال غادي نجيبوه من دار الضريبه، وحتى الكود داكسي فورني بار لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو حتى هي نجيبها من مكتب الاستقبال في دار الضريبه. اذا غادي ندخلو ليدونتيفيون فيسكال، من بعد الكود اللي عطاولنا كذلك مع ليدونتيفيون فيسكال في الخانه المخصصه لها، ثم نديرو داك الكود ديال الفيريفيكاسيون. فقط نقلو دوك الارقام او دوك الحروف اللي عندنا تما ونكليكيو على سو كونيكت. خرج لنا هاد النافذه فيها ابوندوني، غادي نكليكيو حنا على سويفون. غادي تخرج لنا هاد النافذه، هنا غادي يقترح لنا دوك المعلومات الخاصه يعني بالشخص، وحنا غادي نكملو دوك المعلومات اللي باقيين بحال رقم الهاتف. نقدروا ندخلوا رقم الهاتف، هو ماشي اوبليكاتوار يعني ماشي ضروري. غادي يعطينا الاسم والنسب رقم البطاقه الوطنيه. هنا عندنا البريد الالكتروني اساسي وضروري، لان بواسطه البريد الالكتروني غادي يمكننا نحصلوا على اسم المستعمل والرقم السري. اذا خص يكون عندنا كما سبقت قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، خص يكون عندنا البريد الالكتروني صحيح، وخصنا نتاكدوا بلي ان من ندخلوه يكون عندنا صحيح باش يوصلنا واحد الرساله من دار الضريبه هي اللي فيها الاسم المستعمل والرقم السري. اذا غادي ندخلوا الاسم ديال الشخص النسب ديالو باللغه العربيه. هو الا عندك كلافي عرب غادي يخدم بكلافي عرب، ما عندكش راهم دايرين لك تما ديجا واحد كلافي عرب باش تخدم به. ابخي نكليكيو على اديغي، من بعد غادي تخرج لنا هذه النافذه. هنايا تعلق فقط طريقه الاداء، واش عن طريق بريليفمون بانكير يعني سحب من البنكه او لا ملتي كانال. من الافضل انت دير ملتي كانال يعني باش الحساب ديالك او لا الضريبه ديالك يعني بالاداء مباشر، وممكن تقدر تكليكي على بريليفمون بونكير يعني انطلاقا من البنكه تخلص. نكليكيو على تيرميني لاديزيون، من بعد غادي تخرج لنا واحد لامبريمي واحد الدوكيمون يعني فيه جميع المعلومات الخاصه بالمنخرط، نسجلوها في ملف من الملفات داخل الحاسوب انغوجيستري. من بعد نمشيو للموقع ديال الإدارة العامة للضرائب، من بعد نمشيو للبريد الإلكتروني ديالنا. غادي نلقاو بلي أننا توصلنا بواحد الرسالة تحمل الاسم ديال المستعمل والرقم السري اللي ممكن ندخلو به كمنخرطين في الموقع ديال الإدارة العامة للضرائب. إذا غادي نقلو دوك الأسماء والرقم السري ونمشيو مرة أخرى الموقع ديال الإدارة العامة للضرائب وندخلو ليدونتيفيون فيسكال ثم الرقم السري. عندنا واحد الخانة نتاع امبريميو يعني باش تخرج لنا دوك المعلومات، جميع المعلومات الخاصة بالمنخرط في الموقع الإدارة العامة للضرائب. إذا غادي نمشيو لموقع دار الضريبة مرة أخرى، ونمشيو اسباس بارتيكولي، نمشيو لسامبل ايير بارتيكولي، ونديرو اكسيدي او سامبل ايير بارتيكولي. هنا غادي ندخلو الاسم ديال المستعمل و الرقم السري اللي توصلنا به في البريد الالكتروني، ثم ندخلو داك الرقم كابتشا او داك الارقام اللي عندنا في الخانه الصفراء ونديرو كونيكسيون. اذا راه دخلنا للحساب ديالنا تصريح بالضريبه على الدخل. غادي نمشيو للتيلي ديكلاراسيون، نمشيو للاختيار ديال ديكلاراسيون انفيرسمون
دي بروفي ايموبيلي، يعني التصريح بالارباح العقاريه. اذا اول حاجه غادي نديروها هي ادخال تاريخ البيع ديال داك العقار، ديال داك المنزل او الارض او لا. علاش؟ لانه في هذا داك التاريخ هما اللي غادي يحسبوا عليه 30 يوم. اذا تجاوز 30 يوم غادي تأدي واحد الضريبه او لا ضعيره، يعني بيناليتي. من بعد نمشيو نكملوا الهويه ديال المفوت او البائع اللي هو انت او الشخص اللي راك تدخل له. اذا نديروا العنوان، البريد الالكتروني والهاتف. نمشيو كذلك ملكيه او لهويه المتملك، يعني الشخص اللي بعت ليه هذاك العقار، ديك الارض او ذاك المنزل. الاسم ديالو، العنوان، العنوان التجاري الخاص بالشركات اذا هو عنده عنوان ديال اون بيرسون فيزيك. اذا نكملوا دوك المعلومات. كاين بعض الخانات اللي ماشي ضروريه لاننا ما عارفينهاش، بحال مثلا الرقم التعريف الضريبي ديال الشخص المتملك. ممكن حنايا في العقد عندنا رقم البطاقه الوطنيه للتعريف ندخلوها. بالنسبه لتعيين العقار موضوع التفويت، غدا عندنا الاختيار الاول هو سيتياسيون جوريديك، اذا عندنا تي اف يعني تيتر فونسيي ريكيزيسيون او بيان نون ايدنتيفي. اذا هنا واش تختار؟ الا كان محفظ غادي دير تي اف، كاين غير محفظ دير ان اي، كاين في طور التحفيظ او لا يعني الملف ديالهم توا في طور التحفيظ، نديرو ريكيزيسيون. نديرو الرقم ديال الرسم العقاري، ونديرو النوع ديالو او الكاتيجوري، يعني واش ارض او الى اخره. من بعد نشوفو عاود نوع العقار، ثم تصميم العقار ماشي ضروري، وهنا تصميم التنطيق هذاك خاص ب او لا كيتسمى الزونينغ، يعني خاص بواحد اراضي عقاريه او لا ممتلكات عقاريه تخضع لواحد النوع من قوانين خاصه. اذا نديرو الحاله ديال العقار، واش مبني او غير مبني. اذا لوتي او نون لوتي، المساحه ديال الارض هنا عندنا بالمتر، خصنا نكتبوا المساحه ديال الارض بالمتر، متر مربع بطبيعه الحال. المساحه المغطاه يعني اللي مبنيه، الا كانت ارض كامله غير مبنيه غادي نديرو صفر، كانت واحد الجزء منها مبني غادي نديرو المساحه ديال داك الجزء المبني. اذا هنا غادي نختاروا العماله والاقليم، ثم المدينه المتواجد فيها العقار. تخصيص العقار، يعني واش هذاك العقار كان مخصص لسكن رئيسي او ثانوي او لاستثمار او غير ذلك. ثم دخلوا التاريخ ديال حنايا فوق الشرينا هذاك العقار، يعني التاريخ اللي تملكنا فيه العقار حنايا، ومن بعدها تاريخ نهايه شغلنا داك العقار، يعني الوقت اللي بعنا فيه، يعني هي هاد السنه او لا هاد الفتره اللي بعنا فيها، هو التاريخ اللي دخلناه في اول خانه في الموقع. اذا هذا الشخص مثلا كان تملك في 12/2/2009 وباع في 25/6/2020. هذه مساله مهمه، وهي اون كادابيتاسيون بارسيال انديكي لا بار دو بيان اوكوبي اون بور. هنا في حاله الشخص الا كان يتملك غير واحد الجزء من العقار، اذا كانوا شركاء فيه، يعني هذا خصو يدخل النسبه اللي يتملكها، واش 20% ولا 50%، يعني النص او 100%. الا كان 100% ما يكتبهاش كاع اصلا، ولكن اذا كان يتملك غير جزء منها يكتب شحال داك الجزء اللي راه يتملكه في ديك الارض او لا داك المنزل. نديرو حفظ باش يبقاو لنا داك المعلومات كاملين مسجلين عندنا، باش حتى لو وقع شي خطا ولا ما نعاودوش نكتبو داك الشيء من جديد. اذا هنا تكلفه التملك، اذا طريقه الاقتناء هي الشراء. ثم عندنا تكلفه التملك، هاد تكلفه التملك الا كانوا عندنا يعني الوثائق اللي تثبت داك الشيء، اما الا ما كانش عندنا دوك الوثائق اللي تثبت تكلفه التملك او المصاريف او لا، يعني دار الضريبه ما غاديش تحتسب لك هذوك المبالغ. اذا الا كان عندك لي جوستيفيكاتيف مثلا دي فاكتور ولا، ممكن ديرها هنايا. اذا هاد الشخص ما عندوش يعني اثباتات، يعني راه تجاوزناهم. نفقات الاستثمار، اذا كانوا عندنا نفقات الاستثمار، ثم مصاريف التفويت مثلا وسيط عقاري او لا يعني سمسار او لا يعني اديت شي ضريبه او لا الاشهار او لا، ممكن ديرها. ثم نمشيو لطريقه التفويت، يعني واش البيع ولا تبادل او لا هيبه او لا. اذا انت بعتها، اذا غادي دير البيع فون. كانت شي طريقه اخرى غادي تختار من دوك الاختيارات اللي عندك. اذا عندنا الثمن ديال البيع هو 200,000 درهم، ولكن الجزء مادام قلنا راه الشركه ما بين جوج اشخاص، اذا هو غادي يدير الحصه ديالو فقط. اذا مادام عنده 50%، اذا غادي يدير 100,000 درهم فقط. اذا هنا نوع الوثائق المثبته هو اك دو سيسيون، يعني البيع. هاد الوثيقه خصك تكون ديجا مسكانيها
عندك في البيسي دير شوازير ان فيشي ودير جواندر لو فيشي، خصنا نتاكدوا بلي ان يعني عقد البيع تسجل في الموقع. باش نتاكدوا خصنا يبانا هنايا، هنا غادي يبان لنا بلي ان الملف يعني نيميريزي راه دخلناه للموقع، درناه هو هنايا، عندنا عقد البيع هنا. اذا كنت تقدر ممكن تمحيه وتعاود تسجل اذا كنت خطأت، وممكن تيليشارجيه هنا باش تاكد بلي فعلا انه هو الملف الصحيح. هنا درينا خصك اونغيستري هادي شاك فوا، يعني كل مره كتدخل شي حاجه دير اونغيستري، قلنا باش تحفظ دوك المعلومات. اذا هو نتيليشارجيو باش نتاكدوا بلي فعلا انه هو الملف، اذا فعلا هو الملف الصحيح. اذا من بعد غادي نمشيو نختاروا الضريبه، غادي نختاروا اقل وحده هي 20%، وغادي نديروا كالكولي. الا كان عندك في القانون، راه عندك في القانون الا اقل من 140 الف درهم، يعني اقل من 14 مليون، راك ما غاديش تخلص الضريبه، غادي تخرج لك صفر. والا ما كنتش متاخر في التاريخ ديال التسجيل غادي تخرج لك هي صفر. اذا جميع الواجب اللي تاديه هو صفر درهم. اما اذا كان عندك فوق 140 الف درهم غادي تادي الضريبه، غادي يحسبها لك السيستم. ثم نديرو حفظ و ديبوزي. من بعد راه قالنا بلي راه فوزافي ديبوزي لو دوسي افيك سوكسي، نديرو امبريمي لاكوزي. اذا هذا غادي خصنا نحتفظوا به، ومن بعد غادي نتوجهوا لمكتب يعني الاستقبال او لا دار الضريبه الا كان عندنا خصنا نديو ديك المبلغ. والا ما كانش نديو داك المبلغ، فقط نتاكدوا بلي ان فعلا الملف وصل لعندهم. واتمنى الفيديو يكون فادكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.